السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الأول المتميزين، نكمل المحاضرة اللي وصلنا بيها بالدرس السابق أو بالمحاضرة السابقة. وصلنا إلى Q lost equal to Q gained. اليوم نكمل ونتحدث عن موضوع التمدد الحراري. التمدد الحراري What is the thermal expansion؟ ما هو التمدد الحراري؟ ما المقصود بالتمدد الحراري؟ راح نوضح هذا الكلام من خلال النقطتين الآتيتين. When an object gets larger without gaining any matter, we say the object expands. شنو معنى هذا الكلام؟ إنه عندما يصبح الجسم أكبر، أي أنه يتمدد بدون أن يكتسب أو بدون أن يحصل على مادة جديدة، نفس المادة اللي هو يمتلكها، لكن يصبح أكبر. لماذا يصبح أكبر؟ بسبب التمدد، يقال عنه أنه تمدد expands. When an object gets smaller without losing any matter we say that the object contracts. عكس العملية الأولى، عندما الجسم يصبح أصغر أي أنه تقلص أيضا بدون أن يفقد أي مادة. إذن معنى ذلك التمدد أنه يصبح الجسم أكبر وبالتقلص يصبح الجسم أصغر، هاي معنى التمدد الحراري. The amount of expansion or contraction depends upon three factors. مقدار التمدد والتقلص يعتمد على ثلاث عوامل. ما هي هاي العوامل؟ First one, the size of the object. Second one, the type substance it is made of. The temperature, النقطة الثالثة, the temperature change of the substance. النقطة الأولى معناها قياس حجم الجسم. النقطة الثانية المادة المصنوع من عندها. النقطة الثالثة تغير في درجة حرارة الجسم. هاي هي العوامل التي تعتمد عليها مقدار التمدد أو التقلص للأجسام. نجي الآن على تمدد الغازات. الموضوع expansion of gases، هذا الكلام شنو معناه؟ تمدد الغازات. Can we ask question؟ Gases expand much more than salts or liquids for a given temperature rise. Why? يعني لماذا تتمدد الغازات أكثر من المادة الصلبة والسائلة عند ارتفاع درجة الحرارة؟ هيكون الجواب كالآتي. Because the gas particles move more freely. لأن الجزيئات في الحالة الغازية تتحرك بحرية أكبر، أو تتحرك الجزيئات فيها في المادة الغازية بحرية أكبر. هذا هو جواب التعليل اللي هسه كتبنا. نجي الآن إلى الموضوع الآخر، نأخذ تعليل آخر في هذه الحالة. Why التعليل الآخر شو يقول؟ Why the level of the different liquids is different when we heat them. لماذا يختلف مستوى السوائل المختلفة المتمددة بتأثير درجة الحرارة؟ الجواب because they are different substances، بأنها مواد مختلفة بالخواص. Another question: telephone cables dropping in summer. Why؟ لماذا أسلاك التليفون تتدلى بالصيف؟ الجواب due to the thermal expansion، بسبب التمدد الحراري. السؤال الآخر: why sometimes thick glass cups crack if the boiling water is powered inside them. في بعض الأحيان تنكسر عندنا بعض الأقداح الزجاجية السميكة عند وضع الماء الحار داخلها. Because the inside of the glass expands before the outside، لأن الأجزاء الداخلية الأقداح تتمدد قبل الأجزاء الخارجية وبذلك تضغط عليها وتنكسر. نجي على الموضوع الآخر وهو شنو؟ المحرار، الثرموميتر، كلنا شايفيه بحياتنا. What is the meaning or for the divine of the thermometer? The thermometer is
a narrow glass tube with a liquid. Place inside it. هي أنبوبة زجاجية ضيقة منتظمة تحتوي سائل. Can we write a note? We use mercury or الكحول in temperature. يعني نستعمل يا إما سائل الكحول أو الزئبق في المحارر. We have many kinds of or types of temperature scales. What are the types of temperature scale? ما هي أنواع المحارر أو مقاييس درجة الحرارة؟ We have two scales. First one Fahrenheit scale. Second one Celsius scale. Third one Kelvin scale. Third one Kelvin scale. We have three types of temperature scales. First one Fahrenheit scale, second one Celsius scale, third one Kelvin scale. المعنى الأول ترجمة المقياس الفهرنهايتي، الثاني المقياس السيليزي، والثالث المقياس Kelvin.